السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية يا مس. اليوم بإذن الله عنا ناخذ درس المتجهات، بدنا نتعرف مع بعض على أنواع المتجهات. عندي المتجهان المتساويان، زي ما إحنا شايفين متساوي في القياس ومتساوي في الاتجاه. هذا اتجاه A، اتجاه B، اتجاه C. إذن المتجهان المتساويان هما المتجهان لهما نفس الاتجاه والمقدار، لهم نفس الاتجاه ولهم نفس المقدار أيضا. إذن المتجهان المتساويان هما المتجهان لهما نفس الاتجاه والمقدار نفسه. يعني عندي A تساوي B تساوي C، A تساوي B تساوي C. النوع الثاني المتجهان المتوازيان، زي ما احنا شايفين متوازيين، لكن لا يشترط ان يكونوا بنفس الاتجاه ولا يشترط ان يكونا بنفس المقدار، المهم انهم متوازيين. مرة تانية المتجهان المتوازيان لا يشترط ان يكونا بنفس الاتجاه ولا بنفس المقدار، لكن الشرط الوحيد أنهم متوازيان، أي لا يتقاطعان، أي لا يتقاطعان. يعني عندي هون بالرموز A توازي E، E توازي F. هاي معناها A توازي E وتوازي F، متوازيان. هدول المتجهات الثلاثة عندي متوازيان. عندي إشي اسمه معكوس المتجه، هو متجه له نفس المقدار متجه آخر ولكن باتجاه معاكس. يعني عندي أنا متجهين إلهم نفس المقدار، لكن واحد اتجاهه عكس الآخر، واحد اتجاهه عكس الآخر. لهون عندي دي تساوي عكس A، دي تساوي سالب A، دي تساوي سالب A. إذن المتجهان المتساويان، المتجهان المتوازيان، ومعكوس المتجه. يعطيكم العافية.